لا يستثني الواقع المتدهور في العراق أي من طبقات الشعب وفئاته، ومن بين هذه الفئات أصحاب الأفران والمخابز في محافظة ذي قار الذين تظاهروا للمطالبة بتخفيض أسعار الطحين والنفط، مهددين بالإضراب وعدم فتح المخابز في الأيام القادمة. طبعا طلعنا اليوم هاي مظاهرة أصحاب أفران الأفران يصممون المخابز من أجل ارتفاع أسعار الطحين والنفط. يعني اليوم الطحين هذا الطحين المحلي صعد، كان ب 15 30، دعك عن الطحين الصفر المستورد 40 45، هسه صار حتى 50، لان شنو؟ ماكو رقابه. فنريد نعرف يعني سبب يبررون هذا الموقف، ليش جاي يصعد الطحين؟ زين، واحنا ما نقدر نصعد اسعار الخبز على المواطنين. زين، يعني مثل اقدر نسوي 5 بلي، فانا ما علي، بس المواطن يتاذى. نريد نعرف احنا مثل شنو السبب. الشغله الثانيه النفط، يعني اليوم 7 بالشهر ماكو نفط، واحنا اصحاب جايز، يعني جاي نجدد احنا من الدوله ب 3 ملايين ب 4 ملايين وما جاي نستلم الحصه مالتنا. ويؤكد المتظاهرون من اصحاب الافران والمخابز انهم ناشدوا العديد من الجهات الحكوميه بهدف ايجاد حل للمشاكل التي تعترض عملهم، لكنهم لم يجدوا اذانا صاغيه. احنا شريحه الافران والمخابز نعاني من مشاكل هواي، بس ابرزها الطحين والنفط. الطحين بين ليله ويوم، الطحين من 15000 الى 30000. ناشدنا وخاطبنا السيد المحافظ ونوابه ومستشارينا، يعني بالكذب، ما حد طلع عندنا وما حد حكى ويانا ولا واحد. يعني جاي يستخدمون سياسه تجويع الشعب. يعني اذا الطحين المحلي يبيع علي ب 30، انا بيش ابيع؟ النفط ب 120، محاسبه ماكو. شنو السبب الجاي يصير ازمه الطحين بالناصريه؟ حبوب، اكو تجهيز حبوب من قبل الدوله للمطاحن في محافظه ذي قار، مطاحن متوقفه جاي تطحن المطاحن، وبانسيابيه جاي يسلم وكيل الطحين. الوكيل جاي يسلم الكميه للمواطن بانسيابيه عاليه. شنو السبب؟ اكو مسبب بارتفاع الطحين، ونطالب الحكومه المحليه بالتدخل الفوري بكشف من المسبب بهاي محافظه ذي قار باسرع وقت. سياسة التجويع المتعمد واصطناع الأزمات التي تنتهجها الحكومة أسلوب بات مكشوفاً، هدفه إشغال الشعب بدوامة الأزمات ليواصل الممسكون بتلابيب السلطة فسادهم وسرقتهم لأموال البلد دون رادع أو حساب، وليدفع الشعب ثمن كل ذلك من قوته واستقراره.